قيام يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، غير مسافحين، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله وباليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال حبة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إصلاحا وتوفيقا إلا إحسانا ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا
يقولوا من عندك، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرِّض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مخيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وقيامنا وصلاتنا وصيامنا، اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم، اللهم زدنا في الإيمان يا أرحم الراحمين، واربط على قلوبنا واجعلنا من عبادك المتقين يا كريم يا رحمن يا رحيم
أما بعد. Dear brother and respected sisters, when everyone among us and in general the human being, when they have a goal that really work for this goal, so when they have a planning, when they have something to achieve, and just look at any one of you, how many years they did studies in the school, you know, at the elementary school and then middle school and then so on, and people still studying, mashallah, to get the master, other people they want to get their PhD, and all of it because you have a goal. That goal is driving you, that goal is giving you that power to always, you know, keep working, and you know, you're depriving yourself from many things and so on. Today when we were talking about, you know, the aspect, if you truly go, your goal is to meet Allah subhanahu wa ta'ala, as we have said, but it's more than to meet Allah, because everyone is going to meet Allah as being their judge in the day of judgment, but you want to see Allah subhanahu wa ta'ala in paradise. For if you want such a thing, as you know, many of the righteous predecessors said, first you have to see Allah in your life, so you'll be able to see Allah subhanahu wa ta'ala. That's an intro toward, you know, seeing Allah subhanahu wa ta'ala in the hereafter. Another way of seeing that from a perspective of managing this great purpose of our life, I refer to one beautiful statement, a saying of one of the righteous predecessors from the very well-rooted, knowledgeable people and arifin. He said something very amazing. He said, "Al-arifina, al-arifina, yara biqalbihi al-abad, wa yara bi'aynayhi al-waqt," or vice versa. So the people rooted in knowledge, the people who knows, they look with their heart to the eternity, and they look with their eyes to the time. And this is, subhanAllah, is an amazing and perfect balance. Because your heart is with Allah subhanahu wa ta'ala. Your heart, it does not stop at tomorrow. It's not gonna stop at after tomorrow. It's not gonna stop at your death. Your heart is gonna be continuing till you meet Allah subhanahu wa ta'ala. So being mindful of your existence, of your eternity, that Allah subhanahu wa ta'ala created you for the eternity, let your heart be focused on that. When Umar radiallahu ta'ala anhu one time entered, and Umar was, as Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, they were very sensitive. When you say very sensitive, they have that iman in their heart. So anything, they were very emotional. I mean, we say sensitive, emotional toward the iman. He entered, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he withdrew himself. You know, by, you know, there's certain circumstances. And he was laying down on a mat made out of straws. So when he saw Umar, the Prophet sallallahu alaihi wasallam kind of said, and when he saw Umar, the effect of this mat on the side of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you see, you know, there's the effect of it, so you see the traces of the straws on the side of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Without noticing, without controlling himself, he started to cry. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam قال ما يبكيك يا عمر, what make you crying? قال يا رسول الله, I just remembered the emperor of Persia, the emperor of Rome, where they are in their extravagance, in their castles, in this, and you, the messenger of Allah, in this situation. The Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled. He said, those were people, their blissful way that they want to have, their enjoyment is being hastened to them in this life. Don't you be pleased, ya Umar, for these people to get this worldly life and for us to get the hereafter. And here a hadith that give us a hint on how you should think, how you should balance things into your life. Look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said, you know, we have al-akhirah. And then when you read an ayah, really threatening ayah, which make us to reflect in Surah Al-Ahqaf. قَالَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, and the day
that the disbeliever being brought before the hellfire or exposed to the hellfire. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Imagine. The day of judgment is true. And what Allah subhanahu wa ta'ala telling us in the Quran is certain. And this is one of the part of the punishment, to see hellfire before وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ to be thrown in it. And then seeing hellfire to tell them why they going to be thrown in the doom of the hellfire. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا. You have used, you have exhausted all your pleasures in this life of this world. All of it. You have wasted your time. You wasted your energy. You wasted your money. You wasted your intellect. You wasted, you exhausted everything just to have a little bit of pleasure in this life. People, they get one pleasure. Then they want to get the next. They cannot get it. They want to pay more money. Look at the people who are addicted. It's either addicted alcohol addiction or drugs addiction or desire addiction is always trying to get to the next level. And actually, it's not an effort. They're trying to catch back the pleasure that they got it in the past because they're not able anymore to get it. أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا. And he enjoyed it. But it's gone. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونَ. Today you're going to be awarded with what you have said, you know, what you have done with the punishment of humiliation. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Why? Because you were arrogant with no reason in the earth. And you were wicked on this planet earth by doing all these extravagant things, by oppressing other, by hurting other, by not giving the right to other, and so on. For this is when you come back to the statement or to the saying, if your heart is connected with the Akhirah, then you're going to liberate yourself from the attraction of this dunya. And that's actually the action that we have described in the khutbah, the action of how you can build the notion of truthfulness into your way of doing, in the new way of your character. Now, what that is mean to, with your eyes, you look to the time. Subhanallah, and this is a profound and a beautiful. The eyes is looking, as a metaphor, your body to look at the opportunities. You're hunting opportunities. So this opportunity is like you're making your daily schedule, your life schedule, pivoting, rotating around meeting Allah. Where you meet Allah? 5 times a day. So if your schedule will rotate and base on the meeting Allah subhanahu wa ta'ala, then certainly Allah will help you to meet Him and He's pleased with you. So if your heart is attached to the Akhirah, which is define your purpose, and your eyes is like checking, looking at the time, time of Dhuhr, time of Asr, time of Maghrib, time, this is Ramadan coming, this is Hajj coming. So Allah subhanahu wa ta'ala give you all this season, all this time to help you take advantage of the time and make your schedule will be based on the meeting of Allah subhanahu wa ta'ala. Look, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam didn't tell us that from salah, Allah expiate your sins. Why you met Allah subhanahu wa ta'ala? What a great moment. And then someone left and working in the dunya, he did some mistakes, he did this and this, he comes back to meet Allah. Allah erased them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam described the prayer as someone hazing a river by the gate or by the door of his house. He takes shower 5 times a day. He said, if anyone after taking shower 5 times a day, he will be have left any dirt on his body? They said, Ya Rasulullah. No, Ya Rasulullah. He said, this is how the prayer will do for you. So the time, when you think of it, to make the center of your time or the center of your schedule is meeting Allah subhanahu wa ta'ala, then your heart will be more attached to Allah subhanahu wa ta'ala, and you'll be able to build that characteristic of sidq, of truthfulness, and you'll be able to be close to Allah subhanahu wa ta'ala. You'll be able to cleanse your soul. You'll be able to cure your heart. You'll be able to be from those who race for the good deeds. Abdullah ibn Jahsh, I didn't have the time to
to share his story today in the khutbah, which one of them, that the reason of the revelation of the ayah Surah Al-Ahzab, مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ, from among the believers, true believers, man, they had, you know, fulfilled the covenant to its extreme with Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Jahsh, when they were in the rows, he make dua. Next to him, Sa'd ibn Abi al-Waqas, and Sa'd ibn Abi al-Waqas, radiallahu ta'ala anhuma, he was making ta'meen, he said ameen to his dua. Now, amazingly, the dua of Abdullah ibn Jahsh is very, very amazing and surprising, astonishing, beautiful, profound, but this is also testimony of a great heart of Abdullah ibn Jahsh. It is, subhanAllah, we might not be able in this time to really savor, taste this dua. Some people, they're going to say this is awkward, this, but subhanAllah, look at it from a perspective, someone who's totally, subhanAllah, in deep love of Allah subhanahu wa ta'ala. قال اللهم ارزقني رجلا شديدا. Oh Allah, gift me in the war now, in the battlefield, to meet someone very strong. أقاتله ويقاتلني. I fight him and he fight me. So this is where he is in Uhud, getting ready to the battlefield. This is his dua. He said, then, Ya Allah, make him to overcome me. And he will do things to me. He really gave the description, you know, cutting his nose and things. He said, and Ya Allah, when I'll come to you, you're going to tell me what happened to you. Who did this to you, Ya Abdullah? And I will tell you, Ya Allah, this is, I did it. It happened to me in your sake and the sake of supporting your prophet. And then you tell me, Ya Allah, Sadaqta. You're right. You did. This is the truth. And Sa'd, he said, Allahumma ameen. And subhanAllah, happened to Abdullah ibn Jahsh exactly what he said in his dua. Sadaqallah, fasadaqahullah. If you are truthful, sincere with Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will be truthful and true to you. If you say, I want to make Qiyamul Layl, Ya Allah, help me, Allah will give you the Qiyamul Layl. If you want something to do for the sake of Allah and you are sincere, Allah will give it to you. And Abdullah ibn Jahsh knew that to be shaheed, to be a martyr, is not something to throw yourself into the battlefield and killed. No, the shaheed that Allah subhanahu wa ta'ala will choose you. Therefore, Abdullah ibn Jahsh, his heart already was looking at the eternity. He was making dua, he's like speaking to Allah, he's like something is happening live. When I die and this is, and I come to you and you tell me Allah, and I'll tell you and you reply, you said this. And this is, dear brother, respected sister, this is the truth. This is our reality. So for whomever among us really want to stand and to be in the path of Abdullah ibn Jahsh, in the path of Anas ibn Nadhr, in the path of Jabir ibn Abdullah, in the path of the greatest of the teacher who taught them, the Prophet sallallahu alayhi wasallam, then you have the opportunity to do it in Ramadan. For may Allah subhanahu wa ta'ala instill in our heart truthfulness and increase us in guidance and in knowledge. And may Allah subhanahu wa ta'ala to help us be truthful, sincere and righteous. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وثبتنا على الصراط المستقيم اللهم اقذف رجاءنا في قلبك وقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك وإلى الصلاة يرحمكم الله. Allah
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا أن تكفروا كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم فتحرير رقبة مؤمنة وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا
تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عذابا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن
واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله على كل شيء محيطا وكان الله بكل شيء محيطا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الشافعي يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ركعة الوتر مع الدعاء. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد لما قضيت ولك الشكر لما أعطيت
نستغفرك اللهم لجميع ذنوبنا ونتوب إليك. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا همّا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا مريضا إلا أذهبت عنه سقمه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا رحمته. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين، يا خير الغافرين، يا خير الراحمين، يا خير الناصرين. سبحانك أقوى الأقوياء، سبحانك أكبر الكبراء، سبحانك أعز الأعزاء، سبحانك لا إله إلا أنت سميع عليم حكيم بديع، لا إله إلا أنت يا الله يا الله، يا من لا تراه في الدنيا العيون، ولا تحيط به الظنون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يا من يعلم عدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، ولا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد، وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. وجهك أكرم الوجوه، وجهك أكرم الوجوه، وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أعظم العطية وأهداها. وجهك أكرم الوجوه، وعطيتك أكرم العطية وأهناها. تطاع فتغفر، وتعصى تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم. يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا الله يا الله، يا واسع المغفرة، يا واسع المغفرة، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، اجعلنا من عتقائك من النيران يا رحيم، لا تشوي وجهنا بالنار يا كريم، اعتق رقابنا من النار يا رحيم، ورقاب والدينا يا كريم، ورقاب أبنائنا يا رحيم، ورقاب بناتنا يا أرحم الراحمين، ورقاب إخواننا يا رحمن يا رحيم، ورقاب أخواتنا يا كريم يا غفور يا رحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء،
وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين يا كريم يا رحمن يا رحيم اغفر لنا مغفرة شاملة ثبِّت أقدامنا على الصراط المستقيم اللهم زدنا في الإيمان يا كريم اللهم حبِّب لنا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله